مرحبا من جديد. نظن بلي الصوت مسموع، خلوني ندخل في الموضوع مباشرة، أو خلوني معليش نسمع معاكم باش إذا كان لا قدر الله. قلت أنه موضوع حلقة اليوم، طبعا النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة، موضوع يعني خاص ببهاء بامتياز. لكن قبل ما نتكلم على بهاء مثل ما عودتكم، خلوني نعطيكم زوج أمثلة ومن بعد ندخل في الموضوع مباشرة. في باش نعطيكم يعني مقارنة ما بين رجال الدولة سابقا، وخاصة ضباط المخابرات سابقا لما كانت المخابرات دولة صح وكانوا رجال، وفرق ما بين مخابرات المخنثين الشواذ حاليا، لأنه الآن اللي راهم يقودوا في جهاز المخابرات للأسف، لا أقول كلهم لكن معظمهم من جيل المخنثين الشواذ وقوم لوط، يعني رب المعبد، يعني رئيس القبيلة من قوم لوط وكلهم. يعني المثال اللي حبيت نعطيه لكم هو أنه في بداية التسعينات 92 ظن 92 93 لما تم إلقاء القبض على المرحوم عبد القادر الحشاني بعد ما أصبح هو الرئيس جبهة الإسلامية للإنقاذ، وتم إلقاء القبض عليه في بعد ما تولى، يعني بعد مؤتمر باتنا. بعد مؤتمر باتنا لما أصبح رئيس الحزب وبعده اعتقلوه. في ذيك الفترة بالذات بتذكر جيدا أنه جاني ضابط، هو الآن هو يسمع فيا لأنني كلمته طبعا طلبت منه إذن، لأنه المجالس أسرار، ما نحبش نتكلم أنا في أسرار إلا إذا كانت تخص مصلحة البلاد، قلت له راح نتكلم عليك بدون ما نذكر اسمك أو يسمع فيها. جاني واحد الضابط قال لي يا بن زديرة كاين واحد الموضوع حابين نكتبوا فيه وحبيت كنت تتكفل بالموضوع ننشروه. قلت له تفضل وشني؟ قال لي عبد القادر الحشاني. إيه قلت له وش بيه خرا في الحبس؟ قال لي إيه راهو في الحبس هو وإرهابي، وإحنا طبعا لا داعي، الله يرحمه عبد القادر الحشاني الان مات والامور فات، لكن في ذيك الفتره كان يعتبر زعيم حزب ارهابي يحارب الدوله وكذا. قال لك شوف هذا يا عبد القادر الحشاني رئيس حزب ارهابي وراه في الحزب وكذا، راهو في السجن، لكن احنا رانا تكفلنا بالوالد نتاعو راهو في سجن، راهو في مستشفى عين نعجه، رانا جبناه المستشفى عين نعجه وراهم قايمين به الاطباء ومتكفلين به وبيان. دونك حبينا نوصلوا ميساج الانصار الجبهه الاسلاميه الانقاذ باللي علي حشاني ارهابي راهو في الحبس يتحمل مسؤوليته ويدبر راسه، لكن بويو رانا قايمين به، الدوله راهي قايمه وراهي متهليه وكذا وكذا وكذا. قلت له بويو هذا واش يكون؟ قال لي اونسيا مجاهد. قلت له كعاد اونسيا مجاهد علاه درتوا فيه مزيان انتم؟ ايه واش نيت جاي درك انا تمزع عليا وتمزع الشعب الجزائري؟ بويو درتوه في المستشفى العسكري، المستشفى العسكري عين نعجه وقمتوا به ودرتو في قاعة مليحة وتروحوا تزوروه وكذا، واش درتو فيه مزية وضحى بحياته بمجاهد بلا مزيتكم؟ وانسى الموضوع انكم تخدروا ناس تقول لهم بلا انا درنا هذه انا ما نقبلهاش ما نمشيش فيها. الضابط هذاك يعني وافقني قال لي والله عندك الحق بزاف، قال لي سيفري، قال لي احنا حبينا، قال لي بصح عندك الحق. قلت له وكان بويو ارهابي، لو كان بويو يعني مواطن بسيط ورحتوا ديتوه قولوا بلاش راكم درتوا فيه مزية وراكم. قلت له لكن هذا مجاهد من حقه، القانون يسمح للمجاهدين مع العسكريين العاملين والمتقاعدين انهم يعالجوا في المستشفى العسكري. قلت له هذا القانون يقولها؟ قال لي ايه. اذا هو من حقه ما درتوش فيه مزيه. بيو بنو حشاني الله يرحمه ارهابي رئيس حزب قتال مجرم باع مخدرات، هذه مشكلته كما يقولوا كل شيء تتعلق من رجلها. وافقني لك الضابط لانه كان ضابط نزيه وطني جاء يقدم في خدمه للبلاد، لما قنعته بالاسلوب الاعلامي والمنطقي والقانوني اقتنع وراح. ما نشرنا الاخبار باللي بوي حشاني راه في المستشفى وقامت به الدوله، ما درنا بروباغندا، ما درنا اشهار، مشات الامور عاديه. الله يرحمه في زوج بوي ومات فيما بعد، والله يرحمه مات فيما بعد. القصه الثانيه اللي حبيت نتكلم عليها انه الرجال لما يتخاصموا يخلوا الخصام في مقامه ويخلوا الخصام في يعني في في في, في كيما نقول لك في الباسينه نتاعو، في المربع نتاعو، في في في, في كيما نقول لك في المحيط نتاعو، ما لازمش يميعوا للصراع. من هذا المنبر ادين وبشده و
أكثر من أودين ما يتعرض له هشام عبود. تعرفوا أنه عندي خصام أنا مع هشام عبود لحد الآن مازال ما حليناش، وعندي خصام معاه راجل راجل، نحاربه راجل راجل، تيري ونتيري، كلاش كلاش، رصاص رصاص، قلم قلم، لسان لسان، هو يسب وأنا نسب ونهضر معاه. عمري ما دخلت مرته أو ولاده أو أمه أو خالته أو النساء، عمري ما دخلت، ندخل فيه هو الخصام هو. لكن باش تعرفوا هاد الشواذ المخنثين اللي راهم الآن في المخابرات المرخص تاعحنا باش يحاربوا هشام عبود كما قدرولوش راجل، وعلى بالهم باللي عنده لسان ما يقدروا له إلا الرجال كما بن زديرة السعيد اللي واجهوا راجل راجل، راحوا يحاربوا له في المرأة تاعو، خرجوا فيه أسرار تاع المرأة تاعو، تسجيلات وكلام تاع نساء. يعني باش تعرفوا مستوى المخابرات الحالية في الجزائر، ضباط الشواذ، ضباط المخنثين على رأسهم الكانيش كمال وجماعته وبابوري وجماعته، هذا هو المخنثين قوم لوط الشواذ اللي كيحاربوا رجال يحاربوهم ببناتهم وبنساهم. من زديرة يهضروا على علاقاته الغرامية مع النساء، واسمو عبدو صمار يدخلوا له الصور مع النساء وكذا. عبدو صمار تكلموا على قضية تسجيلاته مع طحكوت، اوكي يتحمل مسؤوليته. وانا البارح تلاقيت معاه، كنت معاه البارح في باريس، قلت له تحمل مسؤوليتك، قال لي راح طحكوت صاحبي ودزو معاه، قلت له اوكي. بصح قضيته مع النساء وكذا، هذيك امور ماهيش تاع خدمة تاع رجال، هذيك امور ماهيش خدمة تاع رجال، خدمة تاع مرخص. واليوم تخرجوا اسرار عائلية لهشام عبود، وانا قلت لكم اخر مرة يتذكر، قلت لكم بلي ساوموني قالوا لي اعطينا معلومات على مرت هشام عبود، لانهم يعرفوا بلي نعرف امور هشام عبود لكن عمري ما واجهته بها. بعثوا لي قالوا لي اعطينا معلومات على هشام عبود وكذا وكذا، وما نهضرش عليك ولا ما نشوف الصور تاع مرتك ولادك. قلت لكم انتم كلاب انتم، ها ننشرهم انا وما نهضرش على هشام عبود في عرضه وفي شرفه. انا نهضر على هشام عبود كرجل، لكن باش نهضر على مرته وبناته وولاده مستحيل الى يوم القيامه. اذا باش تعرفوا المستوى تاع المنحطين الشواذ المخنثين قوم لوط اللي راهم الان يحكموا فينا. نرجعوا للموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي يتعلق بالنائب بهاء الدين طليبه. نحكي لكم القصه الحقيقيه وربي يشهد الى يوم القيامه وش صرا بالضبط. بهاء الدين طليبه في ليله التصويت عليه بحجب رفع الحصانة عنه في البرلمان الجزائري، هو كان غايب، كان في عنابة. أنا كلمته في ذيك الليلة، كلمته لأنه كانت عندي معلومات كما كانت عندي معلومات قبل على جميعي وعلى كثير من المسؤولين اللي كانوا رايحين يدخلوهم الحبس، وحذرتهم قلت لهم ردوا بالكم راه من يدخلكم الحبس، وتكلمت معاهم وبعثت لهم مراسيل، لأنه عندنا الحمد لله رجال مخلصين شرفاء أحرار داخل وزارة الدفاع وفي المراكز الحساسة اللي عندهم أخبار. وقلت للقايد وجمعته قلت لهم تنحيوا كل الضباط، لكن يبقى دائما التسريب يبقى يخرج لانه كاين الشرفاء الى يوم القيامه. كلموني جماعه من وزاره الدفاع قالوا لي بن زديره طليبه القايد صالح راه خذا قرار انه طليبه السجن، كما كلمتكم على سمير بالعربي وعلى فضيل بوماله وعلى كريم طابو وعلى عدد من الجماعه اللي مازال ما دخلوهمش السجن لكن راهم في القائمه، في اي لحظه ممكن يدخلوهم لانهم راهم مكلوبين. جماعه القايد راهم مكلوبين، راه ماكلهم الكلب، حابين يديروا اي شيء، اي شيء يديروه باش يكالميو الشعب لكن ما يقدروش. المهراز ديجا الليله يضرب والبارح يضرب وزي يضرب لاستخراج او لطرد لاخراج وطرد الاستعمار الجديد، استعمار جديد راه تعيشه الجزائر الان. قلت انه كلموني قالوا لي بن زديره بهاء الدين طليبه راهو في القائمه وغدوه رايحين يرفعوا عليه الحصانه، بعد يومين ثلاث ايام يتم تقديمه الى وكيل الجمهوريه والسجن، لانه القرار اتخذ، قرار عند مكتب القائد الاركان، يعني قرار سياسي عسكري ما عندوش علاقه بالعداله. قلت لهم اوكي وش المطلوب؟ معليش ما خلوني مره على مره نسمع الصوت باش. قلت لهم ايش المطلوب؟ قالوا لي اذا كان عندك علاقه بي، قلت طبعا عندي علاقه مع طليبه صاحبي من بكري نعرفه. قالوا لي اذا حاول كيفاش تبلغوا. كلمته طليبه والراجل اللي في عنابه، قلت له طليبه غدوا رايحين يرفعوا عليك الحصانه، قال لي ما يردوها ما يردوها. قلت له يرفعوا عليك الحصانه اوامر، وراني نقول لك بلي يرفعوك الحصانه بعد يومين راح يدخلوك السجن، اذا اهرب خذ راي اهرب لانه ما في مشتيقه. قال يا بزير اختي انا كذا كذا، هو هذه الحقيقه، هو طليبه راهو كان اصلا خرج من الجزائر لكن ما قاليش، وانا نهضر معاه على اساس انني نقول له خرج، هو ديجا راه خرج، هو قضى صوالحه وخرج راهو في تونس وانا قاعد نقول له خرج. الغدوه ما حضرش التصويت وخرج راح لتونس ووصل وين وصل. بعد يومين كلمني هو من رقم تونسي
الو سعيد، واش راك؟ لاباس الحمد لله. قلت له وراك خارج الطريق؟ يضحك. ها ها ها. قلت له خسرت الرقم؟ قلت له راك عيط لي من تونس. قال لي راني في بلاصه اخرى مأمنه. قلت له راك مأمن؟ قال لي مأمن. قال لي واش رايك؟ قال لي نبداو فصل جديد. واش نهي؟ قال لي اخويا حبوا يتعشاو بيا، نتغدى بهم، توقف معايا؟ قلت له قول لي واش نهي نوقف معاك. قلت له واش تحوس تشيت القايد وبوتفليقه كيما موالف؟ قال لي لا لا. قال لي هذه الخطره حبوا يغدروني وحبوا يخدعوني. قال لي اخويا نحط يدي. قال لي انت الوحيد اللي نثق فيك. قال لي انت الوحيد اللي نثق فيك. قال لي اول واحد نتصل به كي خرجت هو بن زديره، نثق فيك ونعرف بلي راجل فحل اذا توقف معايا. قلت له اذا كان لمصلحه الوطن نوقف معاك الاخر، اذا حاجه تصفيه حسابات بينك وبين فلان ولا فلان. قلت له غير اختيني انا ما نشتعل له. قال لي ها واش نقول لك واش نقول لك. عطاني معلومات غزيره اللي تكلمت منها جزء قليل جدا. قلت له اوكي خلينا نوظفوها فيما يخدم مصلحه البلاد. القايد راهو يحارب في الفساد، ارواح نقولوا له حارب فساد ولادك. الامور هذيك تاع الداخليه تاع العائله نساه وبناته وكذا، والامور مع من تزوجت وعلاش طلقت وعلاش ضربوا وفلان مرت واسمه مراد كيفاش ماتت في شابي في البحر وكيفاش صرا وكذا كذا. قلت له هذيك الامور هذيك من بعد. لكن الان نتكلموا على قضيه الفساد المالي، خاصه تورط المؤسسه العسكريه المنشات العسكريه في بناء كثير من المنشات وكثير من العقارات اللي تبع لولاية القايد. يعني هذا استغلال المال العام، تعسف في استعمال السلطه، نهب اموال الدوله وامور كثيره، تهم ثقيله. بالاضافه للمثل الملف الاثقل، قلت له يا طليبه اللي راك تحاسب عليه يوم القيامه، قلت له هو قضيه مقتل والي ولايه عنبه. قال لي بزاف نقول لك واحد الحاجه والدمعه راهي في عيني. قلت له قول لي. قال لي واحد الخطره انا خارج من كلوب ديبا تلاقيت مع وليد صنديد الله يرحمه. قال لي وليد صنديد حبسني، قال لي يا عمي بهاء حلفتك بربي حاب نسقسيك حاجه برك. انت الوحيد على بالك بالسر تاع بوي، بوي يرحم باباك فاش مات. يا هل ترى قتلوه ولا مات وحده؟ قال لي والله حسيت ضربني بموس في القلب. قال لي الضرب قال لي راهي غايضتني عمري كيفاش قال لي كذبت عليه. قال لي قلت له لا لا لا, لا مات وحده نورمال. قال لي ضرب قال لي يا خويا لازمني نبرئ نفسي ونقولها. قلت له نوقف معاك في هذه، قلت له نوقف معاك لانه تبرئه امام الله وامام عائله صنديد باش تقول الحقيقه وامام الشعب الجزائري. دخلنا في الموضوع. من بعد قلت له حبس اطلبة انت دوكا راك راح تعطي في معلومات خطيره راك في تونس. قال لي ما تقلقش روحك. قلت له لا لا فهمني وراك الى راك في تونس انا ما نريسكيش بيك. قلت له انا زعما قلت له انا اصلا راني في الفايده ومانيش كيما انت، لكن قلت له ما نريسكيش بيك نعذر في امورك ما هذه. بعد كيجيو لتونس يرفدوك. قلت له لازمك تكون مامن في بلاصه. ومن بعد قال لي انا راح لالمانيا. قلت له ما تمسخرش. قلت له لي انا. قال لي بعد نقول لك. قلت له لا لا فهمني انا ما ننشر والو حتى نتعاود تعيط لي وتقول لي راني في بلاصه مامن 100% باش ننشر، والله ما ننشر حاجه حتى توعدني. قال لي اوكي. الغدوه عيط لي العشيه جوات الربعه الخمسه هكذاك عيط لي. عيط لي قال لي خلاص راني في بلاصه مامن. قلت له راك سير؟ قال لي مامن. نسمع في الشيشه وكذا كذا. قلت له واش راك في قبرص راك في كذا كذا؟ قال لي راني قريب. هذه لحد الان ما قاليش وين راه. قال لي راني في قريب راني في بلاصه المهم راني مامن. قلت له المهم راك في بلاد اوروبيه، ما راكش في تونس، ما راكش في ليبيا، ما راكش في لبنان كما راهم يهضروا، ما راكش في المانيا. قلت له قلت لي. قال لي لا لا مش المانيا. قلت له راك في المانيا. قال لي لا. قلت له خطيك. قلت له خطيك كلاب راهم ثم وراه صرات لي مشكله في فرانكفورت. خطيك راهم يدوروا كي كلاب ثم، خطيك من المانيا. قال لي لا والله ماني في المانيا. راك في تونس؟ والله ماني في تونس. راك في ليبيا؟ والله ماني في ليبيا. حلف لي. قلت له اوكي. قال لي بعد نقول لك. من حقه كان يعيط لي دائما برقم تونسي واتساب، طبعا واتساب يعيط لي برقم تونسي. قلت له اوكي نبداو بالحلقه الاولى وجو رايحين. بدينا بالحلقه الاولى. كي بدينا بالحلقه الاولى قامت القيامه، بدات الاتصالات يعيطوا لي من وزاره الدفاع، يعيطوا لي من جهات منا امنيه كذا. الدنيا تقلبت، عرفوا بالفعل انه طليبه راهو في الخارج وراهو دار تحالف مع بن زديره باش يكشفوا الفساد. اوكي اتفقنا. من بعد لقيت نسيستي يا بها. قال لي واش تنصحني؟ قلت له شوف يا بها، قلت له عندك فيزا شنغن؟ قلت له عندي. قال لي ايه. قلت له خرجت من تونس نورمال؟ قال لي خرجت. قال لي خرجت نورمال. قلت له كاشيت الباسبور؟ قال لي ايه. قلت له معناتها تقدر تخرج من المطار؟ قال لي ايه. قلت له اذا حاول في اقرب الاجل تخرج من تونس. قال لي خرجت. قلت له مادام خرجت، قلت له اروح نتلاقاو في اي مكان في باريس او في جنيف او في اي مكان، ومن بعد نروحوا نديك نروح انا وياك لايرلندا، لانه ايرلندا تقدر تدخلها بالفيزا شنغن عادي. ومن ايرلندا قلت له ندخلوا لبريطانيا بالسياره. قلت له انا نقدر نكري طوموبيل ثم او نعيط لاي واحد من جماعه نعرفهم ثم في مانشستر ولا في ليفربول قريبا للحدود مع ايرلندا،
قلت له نعيط لواحد يجي يدينا في الطوموبيل وندخلوا بر. ومن بعد خلاص راك في امان في بريطانيا، الريح ما يقسكش. ومن بعد حبيت راك مريح حتى نتصفى الامور، ما كاش مشكل، راك في ضمانتي بربي ان شاء الله، راك ضايف عندي والله، راك نكري لك دار ولا نكري لك فلوتير دبر راسك. حبيت تقدم لجوء وتستقر نساعدك بالطرق اللي طريقه طرقي وعلاقاتي نساعدك، ومن حقك لانك راك مهدد وفيها قضيه قتل وفيها قضيه سياسيه، من حقك تطلب اللجوء وتديه. قال لي اوكي، درنا اتفاق على هذا الاساس. زدنا الحلقه الثانيه، بعد زدنا الحلقه الثالثه، كي زدنا الحلقه الثالثه الدنيا سخنت والقايد طاح كما يقول لك الناس، حكمت هذيك الكريس في وهران والدنيا تخلطت في هذه الحاله، بدا الضغط رهيب. كي بدا الضغط رهيب انا عيطوا لي جماعه، هو بهاء لحد الان عنده زوج ارقام تليفون فقط تونسي، واحد مخصص فقط لبنزديره يهضر مع بنزديره فقط، وواحد مخصص لمرته وولاده لانهم في كندا. هو كان بعث مرته وولاده في كندا، وانا سالته من الاول بهاء انت راك مامن؟ روح. قال لي ايه. ومرتك وولادك راهم معاك؟ قال لي لا راهم في كندا عاد نسالي. قال لي بعثتهم قبلي راهم راحوا قبلي متهنيين الحمد لله. قلت له ما عندك حتى مشكل في الجزائر؟ قال لي ما عندي والو. راك مطمن ما عندك والو؟ قلت له الاملاك السكنه والشركه والقهوه الشيشه والشكوبي اللي قلت له تتعوض، المهم يعني اولادك وكش ما خايف كش ما يذكروا فيه. قلت له خاطش يذكروا في اولادك ومرتك كش ما يديروا؟ قال لي لا راني مطمن راهم في كندا، انا راني متهني ما تقلقش روح والله ماني طالقهم. اي فونس كون معايا راجل نكون معاك. قلت له راني معاك راجل الاخ. كملنا. بدات الضغوطات، عيطوا لي نجمع من وزاره الدفاع. قال لي بزيره، قال لي القايد راهو في حاله كارثيه، راهو كلف مجموعه من الضباط، قال لي اللي يعرفوا طليبه صاحبهم يهضروا معاه راه كلفهم باش يتصلوا به وشوفوا المشكل هذا، لانه راهو القايد راهو ما يضويش، راهو في حاله يعني. قال لي السيد راهو راح يهبل. قال لي من بين الناس اللي راحين يتصلوا بطليبه باش يكون في بالك هما اللواء زراد واللواء بغو، راح يتصلوا به زائد عدد اخرين من المعارف تاعو. عيط لطليبه، قلت له طليبه المعلومات اللي عندي ها واش كاين، ان دو تروا كات. قال لي واش يحوسوا عندي؟ قلت له ممكن حابين يهضروا معاك تفاوضوا معاك واش تحوس كذا كذا. قلت له تحب تهضر معاهم؟ قال لي كيفاش نهضر معاهم؟ قلت له حبس. قلت له ما تهضرش، قلت له انت راك دوكا تمشي بلا بيس تاع تونس. قال لي ايه. قلت له حبس لا بيس تاع تونس، خليها فقط انا وياك، نعطيك دوك رقم بريطاني، عيط لهم بالرقم البريطاني. انا عطيت له رقم بريطاني، طبعا كاين ابليكاسيون، عطيت له انا رقم عندي، انا رقم شريته جديد عطيته له خاص به هو، وقلت له استعملوا واتساب وفايبر، تقدر تستعملوا واتساب وتعيط به وين ما كنت، في تونس ولا في اسبانيا ولا في المان ولا في ذاك الوقت. صارحني قال لي راني في مالطا. قلت له كيف رحت لمالطا؟ قال لي ما رحتش على الحدود. قال لي نعرف واحد عنده يخت يوت اي بزنس يخدم على رجال الاعمال، قال لي ادى حقه وقال لي وصلني لمالطا، وهو يكاشي لي الباسبور بلا ما يدخل نورمال من الميناء ولا من البورت براسو ويجيب لي الباسبور، راني في مالطا. قال لي متهني ما تقلقش روحك على بها. قلت لك فونس ما تقلقش روحك. دونك كان في مالطا لا في المانيا، احنا روجنا عن طريق بعض القنوات انه في المانيا، والناس عاد يقولوا راه في المانيا وراه في بشا كولن وراه في فرانكفورت. بالعاني احنا باش نبعدوا الانظار كامل انه في مالطا، هو كان في جزيره مالطا يضرب في الشيشه مع اللبنانيين واللبنانيات، متهني والشيشه والشعور. ومن بعد قلت لك كيسرى هذا الضغط هذايا؟ قال لي كيفاش ندير؟ قلت له نعطيك لابيس، عطيت له لابيس تاع المانيا ولا قال لي نجربوها تاع بريطانيا، ولينا نتكلموا في البريطاني ولا بريطاني. اوكي رانا نهضروا بريطاني، بريطاني على اساس انه في بريطانيا، على بها من بعد شكوا بلا في بريطانيا لانه مروج وهضر بلا ويهضر بالتليفون بريطاني اذا راه في بريطانيا. هو كان في مالطا ما عنده ما خرجش من المنطقه هذيك. اول واحد اتصل به اتصل بالجنرال زراد، هو اتصل به كلمه قال له واش كاين؟ قال له هضر معاه، انا ما سمعتش واش قال له بصراحه، لانه قال لي راح نكلم زراد، زراد عنده الواتساب، هضر معاه بالواتساب تكلم معاه مش عارف شنو، قال له راهو القايد وصاني والله، المهم بيناتهم على بليش. من بعد كي كمل معاه عيط لي، قال لي عيط لي يقول لي يا باه اختك مشاكل وراح تدخل البلاد في غرقه وراح ديروا القايد راهو زعفان وكذا وكذا. قال لي اختني منهم، قال لي يحوسوا يضحوا بي انا يلعبوا بيا، قال لي يدخلوني الحبس على انا واش درت؟ قال لي انا كش ما سرقت؟ قال لي سرقوا معايا. قال لي كان سرقت سرقوا معايا، يحاسبوا ولادهم يجوا يحاسبوني انا مستعد. قال لي يجيب القايد يحاسبوا الاولاد، وقال لي مستعد انا يحكموا لي بالاعدام كاع. قال لي ما كاش مشكله ويحكموا لي ب 25 سنه مستعد. قال لي بصح باش يضحوا بي انا واولادهم يخرجوهم كي الشعره من العجين. قال لي لا ما نقبلهاش، الظلم مش مليح. قلت له اوكي انا معاك. بهاء مستعرض باللي مشارك في جرائم اختلاس اموال، مشارك في نهب، مشارك حتى في التستر على جريمه قتل تاع الوالي، مشارك في كثير، مشارك في صفقات خارج اطار القانون اللي داروا عنده في المكتب نتاع مع شريط الجنرال شريط ومع بن حمادي ومع الوزير طلعي اللي حكينا عليها في فيديو سابق، يعني معترف موش ناكر. قال ايه انا معترف لكن حاسبوني مع المتهمين الحقيقيين اللي هم ولاد القايد، علاش تحاسبوني انا وحدي؟
قال لي تكلمت مع الزراد قال لي بقى لي باغو جينيرال باغو تاع جدرميه قال لي ما عنديش قال لي ما عنديش الواتساب تاعو قال لي شوف نعطيك النيميرو تاع الفيكس تاعو عيط له انت من عندك وقول له باللي باه راه قال لك افتح الواتساب يهضر معك عيط له عيطت انا الباغو في الفيكس 021 عيط له السلام عليكم السلام قلت له جينيرال باغو قال لي ايه قلت له انا من طرف الدين قال لي شكون انت قلت له ما يحب ما يهمش شكون انايا فيكس رقم المكتب مش رقم النقال معناتها ما عرفش النيميرو بون في ستوندار على بالهم بصح هو ما على بالوش في التليفون على اساس انه واحد في لاين ديريكت قال لي وباه وراه قلت له المهم دوكا يهضر معاك ويقول لك وراه قال لي ما عنديش والله ما عندي الواتساب قلت له ما عندكش واتساب ما عندكش فايبر قال لي والله ما نعرف هذه الامور ما عنديش قال لي قولوا عيط لي مباشره قلت له ما يقدرش عيط مباشره قلت له دوكا نشوفوا سوليسيون عيطت انا عاود كوبيت مع عيط الباه قلت له باه باغورا ما عندوش واتساب لكن انا عندي طريقه قلت له شني قلت له روح نديرو كونفرنس قلت له انا نعيط له بنيميرو اخر هو ليه مباشره ونعيط لك انت بالنيميرو هذايا ونفتح لكم لي بارلوج تهضر انت وياه كونكو راكم قاعدين مع بعض قال لي طريبيا المهم نهضر معاه عيطت الباو قلت له جو باو او راح يهضر معاك قلت له دوك نفتح التليفون تاع باه ويهضر معاك درت لهم كونفرنس بيناتهم وانا تروازيام شاهد امام الله واش كانوا يهضروا هنا على بالي واش هضروا زراد ما على باليش شهاده لله لكن باغو على بالي نص ساعه تقريبا 24 دقيقه 25 دقيقه وهما يهضروا باغو برك لي يهضر باه مسكين كان يسمع برك باغو يهضر يا ولدي وراك علاش تورط في روحك وعلاش دير في مشاكل وعلاش راك هارب وانت ما درت والو ورواح ونضمن فيك ورص ولادي حمرتي غير نضمن فيك ما تخافش وقال له نضمن فيك ارواح انا نضمن فيك ونهضر مع الجاي قال له نهضر مع المسؤول قال له نهضر معاه ونشوفوا كيفاش نحلوا المشكل وخلاص ارواح راه الناس مسخروا بيك وكذا وكذا بون تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه وهو يحاول فيه يحاول فيه ومن بعد باه قال له اوكي ان شاء الله دوكا نشوف ان شاء الله ومن بعد كوباو كي كوباو باه قال لي ما عنديش كونفيونس قال لي كفايه حوسوا يدخلوني قال لي انا ما قلت له اخويا دبر راسك شهاد لله انا ما قلت له ادخل ما قلت له قلت له باه انت تعرفه بخير مني انا ما نعرف لا باغ ولا زرد ما نعرفهمش شو تتعرف الا راك شايب لي ضامنين ويضمنوا فيك ويضمنوا لك وتدخل وما كاش مشكل الله يسهل عليك قال لي لا ما شكيتش كملنا المكالمات كي كملنا المكالمات هذه راهي مش عارف العشيه والله ماني عارف شنو الوقت بالضبط يعني نقول لك 3-4 مش عارف نسيت الوقت بالضبط عندي في التليفون طبعا لكن نسيت كوبينا الهضره وكذا كنا نحضروا للحلقه الرابعه كي كنا نحضروا الحلقه الرابعه القايد راهو ديجا طايح مريض في وهران راهو طايح مريض في وهران وحنا نحلقوا نحضروا الحلقه الرابعه كلموني الجماعه تاع وزاره الدفاع قالوا لي سعيد الجماعه راهم تاخذوا قرار شويه صعيب وشني قال لي راهم رايحين يصدروا امر بالقاء القبض على خبهاء واحد قال لي عنده استثمارات فلاحيه في واد سوف ومادي قروض قال لي فرق ديما حابين يعاودوا يفتحوها له باش يضغطوا على بها والاخطر من هذا راهم رايحين يعتقلوا مو ام بها قال لي رايحين يعتقلوها وراهم رايحين يساوموه بها الامر راه صدر من القياده انهم يشدوه من يدري توجعوا ضربت على مخي انا قلت له مو شنو دخل مو هذه قلت له راك سير قالوا لي انا سير قل له اوش كاين عيط بها بها قلت له انت امك راهي في عنابه قال لي ايه قلت له انت مهبول تخلي امك في عنابه قلت له يا اخي قلت لي ماني مخلي حتى واحد قال لي عزوج كبيره بعمرها 8 سنين واش راح يديروا لها يا ربي قلت له امك راه رايحين يشدوها قال لي ما يديروهاش قلت له يا ودي راني قلت لك انا واش راه وصلت لي معلومات قلت له معلومات من المخبر راهم يقولوا لي باللي راهم رايحين يديروا شونطاج لامبو وخوه راهم رايحين يعتقلوه قال لي خويا راجل بصح قال لي ما شكيتش وخويا علاه واش دار قال لي هو راجل براسو قال لي بصح ما قال لي ما شكيتش يمسوها قال لي ما نظنش قلت له راني قلت لك باه خذ احتياطاتك قال لي اوكي شوفوا ربي يجيب الخير قال لي الصباح نشوف هذه في الليله مع العشيه المغرب هكذاك اللي عيطوا لي خبرته قال لي غدوه نشوف غدوه لا مش غدوه في ذاك الليل ال 11:30 تاع 11:30 ل 12 هكذاك انا نسهر عيط لي بها عيط لي مسكين يترعد خايف قلت له واش كاين قال لي يا سعيد راهم مسركلين الدار تاع العزوج قال لي ثمن اوندروفير قال لي ثمانيه لي زوندروفير تاع جدرميه قال لي بليس مش عارف سيفي قال لي راهم مسركلين الدار تاع العزوج قال لي عيطوا لي جماعه قال لي عيطت بون ما قال لي شكون قال لي انا عيطت بطريقه قال لي مش عارف لمن عيط خوه ولا مش عارف قال لي راه مسركل الحاله او ممكن عيط لمرته في كندا او من كندا عيطت الخوه ولا العزوج مش عارف الطريقه المهم التفصيل ما على باليش المهم خبرني انه الدار تاع العزوج مو راهي مسركله العزوج قاعده مع خوه صغير عنده خوه واحد قاعده معاه مو هو اللي قايم بها متكفل بها قلت له الحل قال لي سعيد قال لي ايه كنا ايه نسيت بوقتكم كنا ما درناش البث المباشر
كي خوفنا العزوج وكذا قلت له خلينا اللينا ما نديروش خلينا نشوفوا ديجا راه القايد راهو غايب ما بانش وراه ميخوفوا في امك خلينا اليوم ما نديروش ناجلوا غدوه نشوفوا. عيط لها 12 تاع الليل قال لي السعيد يرحم لك في باباك ما دير والو لا غدوه لا بعد غدوه قال لي يرحم لك في بويك خلي حتى نشوفوا واش راه كاين هذه قايمه العزوج. بقاو محاصرين العزوج ومن بعد قلت له انت العزوج هذه واش نقصتها؟ قال لي يا ودي العزوج باراليزي معوقه مسكينه قال لي راقده على الفراش ميته قال لي عندها ابيسي في عمرها 80 سنه قال لي انا كي خليتها ودعتها قلت لها العزوج طلبي لي بالسماح وراني رايح ما نشوفكش بلاكش ما نشوفكش اسمحي لي وراني رايح ما نعاودش نولي. قال لي سامحت لي وقالت لي روح قال لي دونك كي يروحوا يشدوها قال لي شنو يديروا بها يعتقلوها يديروها بالحبس وش يديروها. قلت له مالها 80 سنه ما عندهم ما يديروا لها كنا متوقعين انه 80 سنه ما يديروا لها والو وخوه مازال ما داوهاش. هذه راهي في الليل الصباح جوي على 10 عيط لي قال لي السعيد راه مجاور الطل وشكون؟ قال لي خويا داوه راهو في التحقيق قال لي راه مداوه والعزوج قال لي مازال محاصرين الدار وما عنده حتى واحد العزوج قال لي ما عنده حتى واحد ابار خويا اللي يقوم بها يعطيها الدواء وكلها كما يشوفها. قال لي كي داو لها خويا قال لي معناتها تموت. قال لي يرحم بابك السعيد بجاه ربي الا كان حاب لي الخير ما دير والو ما تكتب والو ما تهضرش على القايد. قال لي لا قلت له انا ما نقدرش ما نهضرش قلت له انا وشيني قلت له انا مربوط بيك ما نهضرش على القايد اوكي بصح السياسه نتاعي والتوعيه وخدمتي اللي نخدم فيها قلت له نخدم انا الواجب الوطني نخدمه. قال لي بجاه ربي حاول تيفيتي القايد في هذه الظروف باش ما يقولوش بلي نحرش فيك ولا نعطيك في الملفات واهضر على روحك. قلت له نوعدك لانه انا بالنسبه لي الحالات الانسانيه مو طايحه فراش ميته مسكينه 80 سنه ما نساومش ما نتاجرش بقضيه انسانيه مثل هذه. هذا هو الواقع اللي لازم يفهمه الشعب الجزائري. قلت لك قال لي راه من الصباح جوي 10 عيط لي قال لي راه جاو خويا رفدوه الدواء راهو عنده في التحقيق والعزوج قال لي مازال مسرك لي عليها. بقينا نستناو حتى العشيه مع خوه ما طلقوش. قال لي السعيد قال لي ما قال لي عاود عيط البغو نعاود نهضر معاه. قال لي عاود نعطي عيطنا البغو قال له البغو قال له شنو هذه الخدمه هذه تاعكم هذه اللي. باغو يحلف له قال له اقسم بالله ورس ولادي حرام مرتي ما عندي خبر. قال له يا ودي راه من البارح في الليل وهم مسركين على الدار على العزوج ميته. قال له عزوج ميته في عمرها 80 سنه مسرك الليل عليها يضغطوا عليا على العزوج. قال له عيب عليكم والله العيب. قال له خويا تدوه للحبس. قال له خويا راجل يتخض معليش وعنده قضايا نتاع مادي كريدي تاع فلاحه والله مادي الله يسهل. قال له راجل يتحمل مسؤوليته بصح. قال له العزوج وعلاش؟ قال له لا لا ما تقلقش درك نشوف. قال له نشوف. قال له هذه الخدمه دارها صرهود. قال له باسكو هذه الخدمه تاع صرهود. هذا صرهود لحم كتافه من خير طليبه هو اللي طلعوا في عنابه وهو اللي طلعوا في قسنطره ريجونال بعد ما وصى عليه ولاد القايد هو اللي عرفوا بولاد القايد هو اللي طلعوا في كيما نقول كوموندون شيف ديتا ماجور في الجزائر بالطليبه هو اللي عاونوا هو اللي رجعوا راجل. هذا صرهود اللي راه يسمع فيا هو اللي رجعوا راجل طالع طليبه ومن بعد يروح يحصل له مو في عمرها 80 سنه ويمرمدها مسكينه 80 سنه حقوق الانسان ما يقبلوهاش. اليهود ما داروهاش اليهود ما داروهاش مع الفلسطينيين يديرها صرهود مع واحد الكلاب اخرين دوكا نظهرهم نذكرهم في ام طليبه. بصراحه شهاده لله نظن انه بغوا تدخل عند واسمه صرهود ولا عند عرعار ولا الحصار رفدوه لكن خلاو السيفيل وجابوا نساء جابوا نساء يدوروا ثما ويعسوا كشما واحد يدخل العزوج كشما يخرج كذا كذا وجابوا حراسه سيفيل لكن لي زوندروفير اللي كانوا ثما عطاهم اوامر قال لهم خلاص انتشروا كما قال عادل امام انتشروا انتشروا راحوا. الغدوه ابقى الحصار وشكون اللي دخل هنا في الخط؟ اللي دخل في الخط هنايا كاين الثالث وشكون هذايا؟ اللي هو المقدم مروان المقدم اليوتنو كولونا مروان هذا اللي شاد الامن على مستوى عنابه اللي شاد الامن على مستوى عنابه دي سي تاع عنابه عيط شاف مع لافامي تاع طليبه قال لهم كذا طليبه يعرفوا لانه هذا يا مروان كان في واد سوف وطليبه هو اللي جرى معاه مع طرطاق وخلص عليه رشوه وخلص عليه الشمشوي واللحم والقهوه والسكر والزيت باش يطلعوه من واد سوف العنابه هو اللي جابوا العنابه وكان ياكل عند مو طليبه يحكي بلي هذا مروان كان ياكل كما يقول لك الناس الماء والخبز عند طليبه يعني ماكل في 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 في, في كما يقولوا في كفها وقاعد في حجرها. هذا مروان دخل معاه طليبه قال له مروان يعني
ما قال ليش اسكو مباشر ولا غير مباشر، المهم المعلومات اللي عندي انه مع مروان. قال له كيفاه؟ قال له راني، قال له اوكي دركا، قال له حاب نخرج العزوج من عنابه، نديها الواد سوف لا فامي تريح، ومن بعديك ان يعني نطمن. قال له حاب نخرجها يرحم بابا. قال له خويا راجل الله يسهل، بصح العزوج وما خلوني نخرجها من عنابه نديها الواد سوف. هذا الخطه اللي كنا دايرينها، يعني كان دايرها طليبه. كنا ننتظروا طليبه، قال لي يا بن زدير يرحم باباك كالمي اللعب، خليني نخرج العزوج من عنابه ومن بعديك نستمروا في المعركه تاعنا. قلت له اوكي، والتزمت معاه ومازلت ملتزم معاه. نستناو هما كاين دايرين له طعم، كانوا دايرين له طعم، هو راه مازال في وسمها مازال في مالطا، مازال ما دخلش تونس، راهو في مالطا يهضر معاهم ويهضر معايا، راه مازال في مالطا. قالوا له اوكي، قال له هذا مروان، قال له شوف، قال له دركا نشوف لك طريقه نخرجها لك، وراك انت اروح لتونس، قال له نبعثها لك في تونس وديها معاك، تحب تخليها تعيش معاك في تونس، تحب تخرجها وراك راه الله يسهلك. يعني داير معاه ديل كما يقولوا، يعني كما يقولوا كاكور خطه، لكن النيه يخدعوا، بالتوافق مع بوعزه ومع طبعا جماعه القياده. يعني هذا هو الجماعه، هذا مروان يخدم مع بوعزه، حبوا يديروا خدعه طعنه في الظهر وخدعه لطليبه. وبالفعل هو مشى معاهم بالملح، ما نقولش هو نيه، نيه مسكين يعني، والله العظيم غير لدرجه انه انا بصراحه يعني غاضني، لانه كان يتكلم معايا ونحس بلي دموعي يطيحوا من عينه، لانهم قال لي مسوني في الشيء اللي عمري ما تخيلت انهم يمسوني فيه. قال لي ما، قال لي قسم اللي كل مسوني خويا اختي كذا خالي عمي، قال لي جيني نورمال، قال لي بصح ما 80 سنه، قال لي عمري ما تخيلت، قال لي سي فرصه اللي ما هربتهاش معايا، قال لي كان على بالي بلي، قال لي نرفدها ميته، قال لي ندفنها في تونس، ندفنها في ليبيا، ندفنها في البحر، ما خليش ياكلوها الكلاب. قال لي يضغطوا عليا على مات في عمرها 80 سنه. قلت له راك مع قوم لوط والشواب يقدروا يديروا كلش، ربحوا له الامان، قعدوا يهضروا معاه وقعدوا بعد كطليبه ولا يهضر معاهم بدون ما يخبرني. كي نقول بدون ما يخبرني يعني يقول لي اتصلت بهم، كي نقول واش قالوا لك واش قلت لهم يقول لي ما تقلقش روحك، هذا مروان نعرفه مليح مليح خير منك. وبالفعل يعرفوا خير مني، لانه طليبه انا عمري ما قابلته ولا قعدت معاه ولا شربت معاه قهوه، ما نعرفوش الا في التليفون، ثقه متبادله في التليفون فقط. هو يثق فيا انا ما نعطيت له حتى معلومات، انا ما نثقتش فيه ما عطيتش معلومات، يعني ما عنديش نعطي له، لكن هو يعطيني معلومات واسئله لانه يثق فيا الحمد لله، لكن عمري ما تلقيت معاه. قال لي مروان هذا يا وصرهود، قال لي ياكلوا فيه في حجري، قال لي انا نعطيهم مصروف، قال لي كيخصهم الدخان، قال لي نعطيهم يشربوا الدخان، ربيتهم على يدي ووكلتهم وطلعتهم في القراد وحطيتهم في مناصب مسؤوليه، قال لي مستحيل يخونوني. صرهود ومروان، صرهود في الجدرميه ومروان في الامن، ويعرف طرطاق، يحكي لي على قصه مع طرطاق، يعرف جماعه بزبزاف، يعني طليبه يعرف مسؤولين، لكن علاقته الشخصيه مع طرطاق وهذا مروان وهذا وسموه فلان وفلان وفلان يعرفهم شخصيا، وشريط وهذا فلان وهذا فلان وسموه وبالقصير، يعرف كاع المسؤولين طبعا، كنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكنائب كرجل اعمال يعطيهم في المصروف طبعا. المهم كان واثق 100% في صرهوت وفي هذا مروان انهم يهربوا لامو عن طريق الحدود. كي شافهم باللي طولوا وغاضتمو، مرة قعد نهار كامل ما عيطليش، نعيط له في التليفون طافي ما يجاوبش، تقلقت انا قلت له السيد واش بيه السيد هذايا، حتى اني عيطني في الليل اخر الليل، الو بها واش بيه كنت؟ قال لي كنت مسافر. وين اسي؟ قال لي المهم كنت مسافر وخلاص ما تقلقش. يا بها وين مسافر يا اخي؟ تفاهمنا باللي نتلاقاو في بلاصه قلنا جنيف ولا باري ونجو لايرلندا كيما تفاهمنا. قال لي لا راني بدلت انا رايح، قال لي لازمني نخلص المشكل تاع العزوج هو الاول. قال لي دروك ماني نفكر لا في الهضره لا في كشف الملفات لا في لا في بريطانيا لا في المانيا لا في حتى حاجه. قال لي دروك نحيت كلش من راسي، لازمني نطمن على العزوج، نتهنى عليها، نحطها في بلاصه مامنه في الواد عند لافامي عند خاوتها، قال لي او نهربها معايا، قال لي نخرجها معايا، ومن بعد قال لي نعاودوا نفتحوا الملف. قلت له يا خويا عندك الحق، امك اولى طبعا، اللي ما يديرش الخير في امه في ام وليه لا خير فيه، واش راح دير خير في تزير امك ماكش دايره بها الخير؟ قلت له عندك الحق. السيد ظنيتو دخل لتونس، عاود رجع مع هذاك مول البابور اللي داه اليخت، عاود خلصوا ورجعوا لتونس. كي جا لتونس كان في نابل، كي كان في نابل الغدوة انايا يعيطوني جماعة تاع الوزراء، الو بن زديرة واش راك؟ صافا لاباس؟ قال لي بهاء وراه؟ قلت له والله ما على بالي. قال لي راهو في نابل. ايه نابل واش رايدير في نابل؟ قال لي المعلومات اللي عندنا راهو في نابل. وكيفاش عرفت بلا في نابل؟ قال لي راهو عيط الواحد نتاع الاتحاد الوطني للطلبه، وهذاك الاتحاد الوطني للطلبه قال لي راهو
وصلها سخونه، جابها جماعه تاع المينيستير وراهم حكموا البلاصه تاع وين. قلت له كفايه حكم. قلت له سيدي عيط لهم بالتليفون البريطاني. قال لي لا عيط لهم بالتليفون الجزائري. الزحي. قلت له كوبي كوبي. قلت له سنن عيط لبها. الو بها وراك. قلت له بها راك في نابل. يضحك. قال لي كفايه عرفت. قلت له بها راك في نابل وراهم عيطوا لي جماعه تاع الوزاره قالوا لي بها راهو في نابل في البلاصه الفلانيه. قلت له كفايه عرفوا. قلت له نقول لك كفايه عرفوا. قلت له انت يا عيطت لواحد تاع الطلبه اسمه فلان بن فلان. قال لي ايه. قلت له عيط له. قال لي باسكو فتحت لابيس تاع الجزائر الموبيل التليفون تاعو 213. قال لي لقيت بزاف مكالمات اللي عيطوا لي. قال لي لقيته هو ينسيستي يعيط لي. عيط لي. قال لي عيط له. قلت له مالك راك بوبي راهو راح بيع وعطاهم التليفون تاعك وراهم حطوك كيما يقول لك الناس في المخبر وفي ليزاباري راهم شدوا لوكاليزاسيون تاعك وراك كلاك بوبي. قال لي ما يديروهاش. قلت له يديروها. قال لي بصح لابيس خليتها في الجزائر يا عبد ربي. قلت له خليت لابيس في الجزائر كسرتها حرقتها بصح مادام تمشي فيها واتساب وتمشي يقدروا يتحكموا. قلت له ماهوش تليفون بريطاني اللي ما يقدروش يتحكموا فيه بريطاني. قلت له ما يقدروش ما يروحوش للشركه يقول لهم اعطونا السيد هذا التحرك تاعو مستحيل الا المخابرات البريطانيه اللي بعد اذن من القضاء البريطاني باش يقدروا يعرفوا. لكن مستحيل الامن يتدخل في خدمه الاتصالات لانه شركه خاصه. قلت له بصح احنا عندنا موبيليس وجيزي واريدو هذو ويروح لهم اي ضابط سيليوتنو ليوتنو يقول لهم مش عارف انا امر بيركيزيسيون حبينا السيد يتصلنا تديروا تتصلوا. قلت له ديجا ما يحتاجوكش عندهم بندوخه هذاك تاع الغرمول تاع التجسس راهو يجسس على الناس الكل. قلت له المهم راه معفو بلاستيك اذا ازرب في اقرب الاجال تخرج من المنطقه هذيك. قال لي لا لا ما تقلقش روح. قال لي راهم اليوم جايبين لي العزوج. يا ربي واش من عزوج؟ قال لي قلت لك اليوم راهم جايين قبل المغرب ان شاء الله راهي تكون عندي العزوج مور العشاء ان شاء الله بربي نفذ العزوج ورايح لمالطا. قلت له راك سير؟ قال لي سير. وشكون اللي جايبينها؟ قال لي ما تقلقش روحك. قلت له راه مروان هذاك اللي قلت لي عليه. قال لي ما تقلقش روحك راني مع رجال يا با. قلت له ما ديرش كونفيونس. قلت له صدام حسين الله يرحمه اللي بيعوا الراعي ولا الشيفور تاعو دونك ما ديرش كونفيونس لا في الشيفور لا في الفون ميناج. وكانت عنده فون ميناج وشوفور في الدار اللي كان فيها باسكو كان كاريدار. نسمع في الفون ميناج نسمع في الشوفور نسمع يهضر معاهم. قلت له ما ديرش كونفيونس لا في الشوفور لا في الفون ميناج لا حتى واحد رد بالك. قال لي لا ما تقلقش روحك بها مسكين باسلوبه يضحك ها 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 ما تخافش راني مع رجال وكذا ما تخافش بها. قلت له ما ديرش كونفيونس ازرب اخرج من المنطقه اللي راك فيها في اقرب الاجال رد بالك. قال لي ما تقلقش روحك. اخر مكالمه ما بيني وما بين بها قال لي راهم جايين في الطريق نص ساعه. هذه لو البارح 8:35 دقيقه هاي المكالمه قدامي 8:35 دقيقه اخر مكالمه ما بيني وما بين بها تقريبا 9 يعيطوا لي جماعه تاع الجزائر. قال لي بها راهو في قبضه الجماعه. قلت له كفاه. قال لي راهم بعثوا ميساج بلي راهو معاهم. يعني اللي كان جايب لامو مع مروان باش يديها معاه لمالطا جابوا معاهم فريق وتم اختطافه وليس اعتقاله لانه اعتقال وحده استسلام وحده هو طليبه لم يستسلم ولم يتم اعتقاله بل تم اختطافه نتيجة النية المفرطة والغباء لأنه دار ثقة في ناس والنية المفرطة ماشي بنيته دار ثقة في اللي وكلوا وشربوا خدعوا هذا الجماعة اللي حكيت عليهم خدعوه خديعة وطعنة ومساومة وابتزاز بأمه كما يقول لك الناس المقعدة يعني تاجروا بأمه عجوز في عمرها 80 سنة ضغطوا عليه بها قالوا له نجيبوها لك تهربها وما داوهالوش يا راهي في عنبه مسكينه وراحوا ليه على اساس انه جايبينها له وهو فرحان يستنى فيها 8:35 دقيقه عندي 8:35 اخر مكالمه قال لي راهم جايين قال لي نص ساعه يكونوا عندي هنا نرفدها والبابور راه يستنى فيا كان يستنى فيه في حق الواد قال لي في حق الواد راه يستنى فيا باش نرفد العزوج والطريق يعني كان رايح كنا مرتبين غدوه باش نتلاقاو في باريس ولا في جنيف ونجو كي هو كي العزوج تاعو الا كان قدر يجيبها ندخلوها للسبيطار ونجيبوها كانت المهم كان واحد بروغرام مسكين خدعوه باع الدين مجرم ممكن مختلس اموال اكيد نائب اموال اكيد داخل في مافيا سياسيه ومافيا ماليه لكن رغم كل هذا كان من المفروض ان يتم التعامل معه كمجرم او كمختلس اموال او كمهرب لا يتم التعامل معه عن طريق امه وشدوه من كبده عيب ماهيش خدمه تاع رجال يلقى يتصالح ماهيش خدمه
تاع الرجال يا ابو عزه، ماهيش خدمه تاع الرجال يا صرهود، ماهيش خدمه تاع الرجال يا مروان اللي كليتو ملحو تخدعوه في امو في عمرها 80 سنه، وانتم على بالكم باللي اي انسان مهما كان قوته وجبروته مهما كان طغيانه امام الكبده اللي هو امو يضعف. انا الحي بها انه ما نقدش نفسه وضحى بامو، الاقل دار موقف بطولي مرتين، مره انه واجه المافيا القايد ولاده واراد فضحهم وفضحهم بالفعل امام الشعب الجزائري، ومازال ملفات راهي موجوده بالعشرات وبالمئات رايحين نزاهوكم في قادم الايام ان شاء الله، ونستعرض به بهاء في المره الثانيه ظهر انه راجل ما ضحاش بامو، هما طحاحنا مرخص سووه في امو 80 سنه مسكينه باراليزي عندها فيسي ما تهدرش يعني ميته ميته مسكينه ميته، كي خلاها قال لي خليتها ميته، قال لي قلت لها اسمحي لي راني رايح تموتي ولا انا ولا انت اسمح، لكن ما خلاش امو وضحى من اجل امو وجاء ودخل السجن ويدفع الثمن، لكن هما سجلهم في التاريخ انهم ما كانوش رجال وواجهوه باساليب قذره اساليب منحطه اساليب تافهه رخيصه. هذه القصه تاع بهاء الدين. السؤال المطروح الان، يا هل ترى كان كاين تواطؤ ما بين الامن الجزائري والامن التونسي لاختطاف، اختطاف وليس اعتقال، اختطاف بهاء الدين طليبه؟ اذا كان كاين تواطؤ واتفاق معناتها الامن التونسي ظهروا باللي كلاب مرخص اكثر من مخابرات الكلاب، وبالتالي راهم خسروا ورقه بالرغم من انهم نجحوا في الانتخابات الرئاسيه، لكن الامن التونسي القذر الغبي التافه خسر الشعب الجزائري لانه وقف مع الظالم وقف مع الحقارين ضد قضيه انسانيه اللي هي ام طليبه. لانه هذا الامن التونسي صرات لي معايا انايا قبل شهر حكيتكم، قال لما قالوا لي يا بن زيري ما نقدروش نحميوك، لانه انا لو كان كنت باسبور جزائري لو كان سلموني للجزائر على طبق من ذهب، لكن كي جاوني رافد وثيقه سفر جواز بريطاني جواز اللجوء السياسي بريطاني ما قدروش يمدوني، ما يقدروش يمدوني باسكو يخافوا، لو كان مدوني بريطانيا تقلب عليهم الدنيا لاني انا في حمايه الحكومه البريطانيه، لكن كي شافوني جواز بريطاني خافوا، قال لي ما نقدروش نحميوك خرج علينا. لكن بهاء بما انه جزائري باسبور جزائري يقول لك عندنا يهضر عليه هاي رامي قسام واي دخلوه داو في فورغو مسكين كي الكبش. اذا كان انا نقول اذا كان تواطؤ، لانه لحد الان ما عنديش معلومات انه الامن كان متواطئ، لانه المعلومات اللي عندي انه جماعه الامن تاعنا دخلوا الى نابل واختطفوا بهاء وداوه في سريه تامه، ماهوش عن طريق المطار عن طريق البر، جابوه عن طريق الحدود البريه في سريه تامه. اذا كان الامن التونسي لا يعلم عن اختطاف بهاء الدين، انا خبرناهم انه تم اختطافه في نابل، وبالتالي اولا لا يحق للامن الجزائري مهما كان انه يخترق الحدود التونسيه وينفذ عمليه ارهابيه اجراميه اختطاف مواطن جزائري داخل التراب التونسي، هذا انسانيا وقانونيا ودستوريا وشرعيا لا يحق. النقطه الثانيه المهمه هو ان امن تونس مخترق، وبالتالي فحياه الناس خاصه السياح الاجانب في تونس في خطر، قادر اي واحد يعني صارت لهم قتلوا قاده فلسطينيين في قمرت في تونس معروفه القصه، يعني ابو جهاد وابو اياد جماعه قتلوهم في عمليه الموساد اللي قتلهم، قلنا الموساد وصاروا عمليات اغتيال وقتل ومشاكل في تونس اكثر من، يعني الامن التونسي ضعيف ويتم اختراقه ويتم اللعب في المزرعه كما يقولوا الناس الخلفيه نتاعو بكل سهوله. والان نائب برلماني جزائري مبحوث عنه ومعروف قصته عالميا يتم اختطافه من التراب التونسي في العمق التونسي، ما قالش الحدود في جبال مش عارف انا جبال مش عارف بوكحيل ولا مش عارف، لا هذا في نابل في اعز منطقة وأأمن منطقة وأهم منطقة اللي هي نابل والحمامات، منطقة اللي فيها السياحة مزدهرة وفيها الأجانب 80% أكثر من التوانسة، يتم اختطاف نائب من أمن جزائري جاي 1000 كيلومتر يختطفوه، الأمر فيه إن إذا الشعب الجزائري يجب أن يعرف الحقيقة، الحقيقة المرة وهو أنه تم استدراج النائب بهاء الدين طليبة بأمه مسكينة المريضة المعوقة ربي كما يقولوا يطول عمرها ويشفيها، المصابة ب
يعني كيما يقول لك الناس جلطه دماغيه يعني ميته. قال لي ميته، قال لي ما تعذرش، قال لي مستحيل يدوها، سيت شوكا. وانا بذاتي يعني كيما يقول لك الناس قلت له مستحيل يديروها، لكن داروها. باش تعرفوا انه بهاء الدين طيبه لم يتم اعتقاله لانه يعرف دروب الصحراء ومهرب قديم، كان يعرب من ورقلة ويعرب من واتسوة ويعرب من عنابة ويعرف دروب التهريب ويعرف الدخلات والخرجات. وبهاء باش وصل نائب رئيس مجلس الشعب الوطني معناتها ما يحشيهالوش الا امه، هذه لازم يعرفها الشعب الجزائري. اللي راهم يقولوا بلي بهاء قدروا يشدوه المنجل ويشدوه كذا، لا شدوا امه الله يرحمها. الله ربي يطول عمرها مسكينه، الله يشفيها. ام بهاء هي اللي جابته، ما جابوا لا القايد صالح ولا ابو عزه ولا مروان هذا ولا صرهود ولا اي واحد. الكبده هي اللي جابته وقال لي يا سعيد حلفتك بربي، حلفتك بربي يا سعيد ما تهدرش على ولاد القايد قبل ما نخرج الحاجه. قال لي الا كان حاب لي الخير خليني نطمن على ما، قال لي لاخاطش لو كان تصرى لكش ما حاجه، قال لي ما نغفرلكش طول حياتي وما نغفرش لنفسي، لانها قال لي الموت الموت قال لي بيد ربي، قال لي لكن لو كنت موت في جرتي انا يعذبوها ولا يضغطوا عليها ولا كش ما يقلقوها ولا كش ما تسمع بلاني هربت ولا عندي مشاكل، قال لي لان ما تسمعش الا هما يروحوا يسمعوها، قول ابنك راه هرب ودار وكذا كذا مسكينه ممكن يطلع لها ضغط موت. قال لي لو كان تموت قال لي ونولي انا السبا، قال لي مش رايح نسمع لنفسي وما نسمع لكش لا في الدنيا في الاخره. قلت له لا، قلت له باهي تهضر مع راجل، انا وقفت معاك وقفه تاع رجال، نوقف معاك الاخر كل شيء الا امك، كي تخرج امك ومن بعد كلي كل حديث حديث. اذا هذه القصه تاع بهاء 8:35 دقيقه كان مازال معايا في التليفون، بعدها ينتظر فيهم يجيبوا له امه في نابل ويديها معاه او يخليها في تونس او يلقى لها صرفه. جاو اختطفوه بعمليه اجراميه ارهابيه لا يقبل بها اي انسان. القضيه الان قلت لكم انا قضيه انسانيه، انا الان موجود في جنيف، بلغت منظمات حقوقيه بالقصه انه تم مساومه بهاء الدين طليبه واختطاف اختطافه من تونس بطريقه غير قانونيه غير اخلاقيه غير انسانيه، تم استدراجه بامه اللي هي في وضع صحي. المنظمات هذو طبعا طلبوا مني معلومات وطلبوا مني يعملوا تحقيقهم وهما يتاكدوا من المعلومات هذه اذا كان بالفعل او افتراء، لانه انا قلت لهم حسب المعلومات اللي عندي، انا مانيش في عنابه ولا في واتسوف ولا في نابل اللي شفت بعيني. قلت لهم لا، قلت لهم انا حسب المعلومات اللي عندي من بهاء ومن مصادري داخل وزاره الدفاع هاي القصه وش كاين. قالوا لي خلينا نحقوا في الموضوع ومن بعديك قادرين نتبعوا القضيه امام المحاكم الدوليه في جرائم في حق الانسانيه، فخاصه في حق عزوج في عمرها 80 سنه يساوموا بها ويدخلوها في صراع سياسي. اذا القضيه راح تعرف تطورات في قادم الايام. نتمناو الخير. النقطه اللي حبيت وتكلمت عليها في خبر عاجل قبل، بهاء شدوه له البارح في الليل، دخلوه جابوه القسنطينه، بايت في قسنطينه وتعبان. اليوم الصباح رفدوه، اليوم الصباح الفجر ولا ما عرفش عليه قداش، المهم اليوم الصباح مش البارح في الليل، اليوم الصباح في وقت يعني مبكر جابوه للجزائر في مركز التحقيق في بن عك في عنتر، حقوا معاه شويه ومن بعد اداوه مباشره للمحكمه، ومن المحكمه امر بالايداع. قانونيا ومنطقيا ويعني وعقلانيا لا يحق، السيد جابوه من تونس للقسنطينه يريح نهار نهارين يتنفس ويستعفى ومن بعد يفوتوا للتحقيق. هذا راه ماهوش مجرم قاتل، هذا راهو نائب قضيه سياسيه، قضيه فساد مالي، ملف ثقيل، من المفروض يعطوا له 48 ساعه ولا 24 ساعه راحه من السفر، خاصه انهم جاوا بالطريق باروت ما جاوش بالطياره، يرتاحوا ويسمعوه، لانهم هما اللي جابوه من تونس للقسنطينه، ماهوش هما اللي حقوا معاه، اللي جابوه حطوه وراحوا. اللي حقوا معاه جماعه السيتياري في سيدي مبروك ولا سموها في قسنطينه، فريق خد اخر كانوا بيتي لبس عليهم السقاوه وتغداوا وكذا، لكن هو كان مرهق وتعبان ونفسيا محطم وكل شيء، المفروض يعطوا له حقوق الانسان يسمعوه ومن بعد يدوه للجزائر. جابوه من الجزائر نفس الشيء، تعبان وحالته حاله مباشره سمعوه زوج سوايع، السبب وشنو؟ السؤال لماذا؟ تم غلق الملف بالخف وحطوه في السجن الحراش، لماذا؟ حتى لا يقول الشعب الجزائري أن القضية قضية تصفيه حسابات، وأن القضية قضية انتقام، وأن القضية قضية أولاد القايد صالح والقايد صالح. هكذا القايد صالح قال لهم هنوني منه،
ليه ما بتخلوش في الكازيرنا ليله واحده هنوني منه وزربو ازربو دخلوه للسجن خطونا خلوه في العداله مع وزاره العدل خطونا باش غدو ما يقولوش هاو الجيش هو اللي راهو شد وراه يحقق معاه قال لهم ازربو تعليمات رسميه هذا جاني من مكتب قائد الاركان قالوا لي قائد الاركان اعطى اوامر صارمه عاجلا في اقرب الاجال يتم تحويله الى المحكمه وايداع السجن وايداع السجن مش تحويله للمحكمه والمحكمه دبر راسها لا اعطى الاوامر مسبقا دخلوا قسموا الحبس يعني المفروض يقول ادوه المحكمه والقاضي دبر راسه لانه القاضي هذايا وكيل الجمهوريه والقاضي التحقيق من المفروض يسال بهاء الدين على الاقل الاتهامات التي وجهها بهاء من خلالي يقول له انت راك تقول باللي الولي تاع النبا قتلوه فلان فلان راك مصر على كلامك ايه اذا افتح محضر في هذا الاتهام لانه جريمه القتل اولى من جريمه الفساد المالي في القانون الجزائي انا مانيش محامي وما نعرفش القانون لكن كثقافه عامه هناك قضايا اولى من قضايا كاين قضايا استعجاليه وكاين قضايا اللي تستدعي التاجيل قضيه جريمه قتل اولا لا تموت بالتقادم جريمه القتل جريمه قتل ثانيا جريمة قتل ماهيش كيما جريمة اختلاس أموال اختلاس أموال أوكي جريمة وجناية وكذا لكن ما لا يعني لا تساوي جريمة القتل من المفروض وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يفتح ملف أولا في قضية في جريمة القتل اللي الشخص راهو قدامه كشاهد ويعترف أنه شاهد ومن بعد يفتحوا قضية نتاع اختلاس أموال إذا كان بالفعل نائب بهاء الدين متهم باختلاس اموال وتبييض اموال وتهريب وكذا وكذا او الهروب عن العداله او كذا هذه كلها امور ثانويه تاتي في المرتبه الثانيه بعد جريمه القتل لكن ما دام العداله بالاوامر وقائد الاركان امر اذا ما على العداله الا ان تنفذ والشعب الجزائري لازم يعرف اننا الان امام اولا عصابة أخطر بكثير من عصابة بوتفليقة أنا قبل أيام أنا دائما أقول لكم القادم أسوأ القادم الأسوأ القادم أسوأ لكن قلت لكم قبل أسابيع وقبل أيام قلت لكم أن منظومة حكم القايد صالح أخطر بكثير من منظومة بوتفليقة وسنندم ندما شديدا على أيام بوتفليقة لأنه في أيام بوتفليقة أهدر أنبح 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 واحد ما يحوس عليك ما يدخلوك الحبس ما أهدر دبر راسك أهدر حتى تكره الآن لا تهدر تدخل الحبس الآن تهدر تدخل الحبس الأخضر بورقعة في الحبس علي بن حديد في الحبس غديري في الحبس واسمه بوطابو في الحبس سمير بالعربي في الحبس بومالة في الحبس وزيد يعني عشرات ومئات النشطاء السياسيين راهم في السجن مرميا منظومة حكم القايد صالح أخطر بكثير من منظومة بوتفليقة منظومة حكم القايد صالح أخطر بكثير من منظومة بوتفليقة سنندم على أيام بوتفليقة ندما شديدا المطلوب الآن من الشعب الجزائري المطلوب من الشعب الجزائري المطلوب من الشعب الجزائري المواصلة وأكثر من أي وقت مضى في الحراك السلمي الحراك السلمي الحضاري حتى تسقط هذه العصابة التي هي أخطر بكثير من عصابة بوتفليقة على الشعب الجزائري أن يواصل وبقوة غدوة الجمعة إن شاء الله لازم يخرج الشعب بقوة يخرج بقوة لإسقاط هذه المنظومة الفاسدة هذه المنظومة الخطيرة التي تسبب خطرا عظيما على أمن واستقرار البلاد وتؤدي إلى الكارثة العظمى هذا وش نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.